مع زوجته 10 مرات في رمضان خلال 3 سنوات. في يوم واحد؟ لا متفرقة. نعم. خلال 3 أعوام دون رضا زوجته. بدون إيش؟ دون رضا زوجته. يعني الزوجة مكرهة؟ إيه نعم. طيب. ماذا عليه؟ أما الزوجة فلا شيء عليها، ما دامت لا تستطيع المقاومة أو أنها قاومت وعجزت فلا شيء عليها. وأما هو فعليه لكل فعلة كفارة. إذا كان 10 مرات عليه الصيام 20 يوم، أو عليه أول اعتاق 10 كفار، فإن لم يجد صام 2 شهر لكل فعلة وهي 10 مرات فيلزمه الصيام 20 شهرا. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لكل واحد لكل فعلة. إذا ضربنا 60 مسكين لكل فعلة صار 600، لكن لا يلزم أن يطعم 600، يمكن يكرر على 60 الإطعام 10 مرات. نعم.